بوزي، مرحبا بك على موقع رجف البال .com. نبيل بوزي، فزتي بلقب بطولة الأمل مع فريق الرجاء وتوجتي بهداف لبطولة الأمل 15 الهدف. تكلم لنا على هذا اللقب، هذا اللي خلصه صراحة. اللقب بالنسبة للهداف، تكلمت على الهداف، بالنسبة للهداف كانت مساعدة ديال الأصدقاء ديالي في جميع المقابلات، وكان هذا الطموح ديالي من البداية ديال البطولة. الحمد لله استطعت أنني نفوز بلقب الهداف، وكنرجع الشكر لجميع اللاعبين اللي كانوا معايا صافي. وحنا أصلا كنا في البداية كنا طامحين باننا نفوز بالبطوله، الحمد لله استطعنا اننا. نبيل بوزي، اللي بغى يعرفوا الجمهور الرجاوي والجمهور المغربي عامه، انت لاعب كتلعب راس حربه وسجلتي 15 هدف في بطوله الامل، ولكن الحاجه اللي ما مفهوماش هي الغياب ديالك على منتخب الشباب في الاونه الاخيره. عطينا شي مبرر اللي كيواش ياك، واش تقدر تكون شي اصابه، ولا شنو هو المبرر اللي انك كيجعلك انك تغيب على منتخب الشباب؟ لا ما كاين لا اصابه لا والو، وكيبقاو الاختيارات ديال المدرب حسن بن عبيشه ومدرب الكف واللي كاع المسؤولين تقريبا اللي حطوه في ديك البلاصه وما عارفيناش كيديروا، وهادي كيبقاو اختيارات ديالو انا كنحترمها، وانا مستعد انني نعاود نحمل القميص ديال المنتخب الوطني وقت ما نادى عليا وانا في كامل الاستعدادات ديالي. كيبقى هو عارف اش كيدير ومدرب كبير ميمكنش اننا ندخلو في شي حاجة ديالو، ان شاء الله يكون خير من القدام. وانا جد سعيد بالحمل ديالي اول حاجة للمنتخب الوطني المغربي واللي كان اول مرة ليا صافي. هادشي اللي كاين. تكلم لينا على كيفية تم التحاق بفريق الرجاء، شحال من عام لعبتي في الرجاء، او شكون هاد الناس اللي وصلوك باش تلعب في الرجاء، واش انت كنتي نيت رجاوي ولا غير لعبتي في الرجاء بالصدفه؟ لا انا رجاوي، الاصل ديالي رجاوي، وكان اول مره كنحمل قميص ديال فريق الرجاء كان تقريبا عندي 12 عام تقريبا، هادي 7 سنين وانا مع فريق الرجاء. كيرجع الشكر لواحد السيد كان في مكتب المسير سميتو موتيب، كنشكرو بهذا المنبر. وكانت الالتحاق ديالي كنت ديك الساعة مينيم صغيرة، دوزت 7 سنوات مورا مينيم أ، مورا دوزت الكادي فيها عامين تاهي، ودوزت جنيور مع الإطار بكاري، وفريق الأمل تا هو معايا هلال الطير تا هو كيرجع لي الشكر صافي. تقريبا 7 سنوات عندي مع فريق الرجاء البيضاوي. نبيل بوزي، تكلم لينا على الاهداف ديالك اللي كتطمح لها مستقبلا رفقة الرجاء، وبعد توقيعك عقد لمدة 5 سنوات، شنو هو الطموح ديالك مع فريق الرجاء؟ بالنسبة للعقد كيرجع الشكر للمدرب مارشو اللي عطاني الفرصة، وهادشي كان في بعد المباريات اللي دوزنا في مقابلة الدعم مع فريق الامل، استطعت انني نسجل 10 اهداف في 15 مقابلة الاولى، وقبل مقابلة ودية مع الفريق الأول كنت ديك الساعة مازال مع فريق الأمل، تما في النادى عليا وثاق فيا وبديت كناخد التدريب ديالي مع الفريق الأول، وموراها هي فين صافي تقريبا. هادشي اللي كاين تقريبا. نبيل بوزي، كان داك الموسم الفارط كانت واحد النقطة سوداء خيمت على لاعبي فريق الامل والقلعه الخضراء بصفه عامه، اللي هي كانت الاصابه ديال محمد امين اقماري، اصابه اللي كانت في الملعب ديال شباب الريف الحسيني. عطينا حاول تقربنا اكثر من هذا الموضوع. بالنسبه للاصابه ديال اول حاجه بعدا كنتمنوا له الشفاء العاجل، وكنتمنوا كنظن بان ان شاء الله غادي يكون مع الفريق ان شاء الله في بدايه الموسم. بالنسبه للاصابه كانت في ملعب الريف الحسيمي، كانت مباراه ديال الاياب. بالنسبه للاصابه كان السبب كيرجع لسوء الملعب، كانت هو وحتى هو في مورا الاصابه
يمكن تعطل عليه ما شافش طبيب بكري وهادي هي اللي خلاه انه يريح اكثر صافي. هذا هو السبب اللي كان كنتمنى له الشفاء العاجل ورجوع ان شاء الله في اقرب وقت. نبيل بويزي كلمه غتوجهها للجمهور الرجاوي دابا انت هداف ديال منتخب الامل ديال فريق الامل والبطولة الامل بصفه عامه والجمهور كله كينادي كيسول عليك وكيبغوا يعرفوا عليك معلومات اكثر باش غادي توعد الجمهور الرياضي او الرجاوي بصفه عامه. الجمهور الرجاوي كنوعدو ان شاء الله انا الحلم ديالي انني نحمل القميص ديال فريق الرجاء البيضاوي للكبار كنتسنى هذه الفرصه كنتسناها وان شاء الله انا مستعد انني نقوم بالجهد ديالي باش نرضي الجمهور الرجاوي خاصه الجمهور المغربي عامه. كنوعدو باللي كنبغي نقول ليه باللي نبيل بويزي رجاوي وكيبقى الحمل ديال القميص القميص ديال الرجاء البيضاوي هو حلم بالنسبه ليه كما هو حلم بالنسبه لاي لاعب كيمارس فريق الرجاء البيضاوي. وكنشكرهم بزاف على الهضره اللي كيقولوا عليا وهادي وان شاء الله كنتسنى الفرصه وان شاء الله غادي يكون خير وغادي نرضيهم ان شاء الله من القدام. باسم الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي وطاقم رجاء في البال.com كنشكرك نبيل بويزي على هذه الضيافه. شكرا.